مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال؟ قد غبت وإليك اشتقنا، وانتهى بعدك صار وصال. أهلا البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مزيانين؟ كلشي بخير الحمد لله. اليوم غادي نتقاسم معكم فطور ديالي البسيط اللي ما فيش بزاف ديال التكلفه، يعني يمكن لكم في واحد الوقت اللي قصير بزاف انكم تحضروه وتزينوا الطاوله ديالكم. خليكم معايا في الفيديو للاخير، وما ننساش نرحب بالبنات اللي عندي في القناه كاملين والبنات اللي عاد انضموا جداد. نقول لكم مرحبا بكم، واللي عجبتكم القناه طبعا يمكن لكم تضغطوا على الزر الاحمر الاشتراك وتفعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد. وغادي ندوز دابا باش نحضر الشوربه، هي الاولى، لان الوصفات الاخرى اللي غنحضر اللي بسيطه. عندي شامبينيون مقطع، عندي صدر ديال الدجاج مقطع تقريبا واحد 150 غرام ماشي بزاف، بروكولي، وعندي الكروفيت كما كتشاهدوا هذه 200 غرام، يعني غير بمكونات بسيطه. ويمكن لكم تحيدوا الكروفيت، يعني تكتفيوا غير بصدر الدجاج، وإلا ما عندكم صدر الدجاج يمكن تستعملوا غير شامبينيون. وعندي هنا البروكولي، وعندي البوارو مقطع، بصله مقطعه، بصله خضراء حتى هي مقطعه، القرعه مقطعه مكعبات حمراء، وهاد القرعه الخضراء هكا شرائح طويله قطعتها غير بالموس، وفلفله حتى هي نفس الشيء. وعندي حبه ديال البطاطا باش تعقد لينا شويه لاصوص، وعندي الكرافس والقليل من زيت الزيتون يعني واحد ربع كاس، والفلفل الاسود، بودره الثوم، والملح طبعا. وبالنسبه للقرعه الحمراء راه كتخطر يعني لاصوص ديال الشوربه ديالكم، كيجي زوين وعاقد كما شاهدتوا. شوربه اللي صحيه بزاف، ونسيت ما ذكرش لكم الزنجبيل، عفوا، حتى هو راه يعني كيتواتى مع الدجاج. والكركم راه ما بانش لكم حتى هو في المكونات، راني ضفته مع المقادير، وورق الغار او ورقه موسى حتى هي، واللي نسيتي لنا شحال من حاجه دائما ناسي انا، دائما ده مشكل عندي، كاين غير حدايا ولكن ما كنحطوش فوق الطاوله ديال التقديم. خديت طنجره ودعت على النار، وضفت زيت الزيتون غير شويه، وغادي نوضع البصل يعني البصل الاخضر والبوارو، ويعني يمكن لكم تكتفيوا غير بالبوارو، انايا كنضيف البصل والبصل الاخضر لانه متواجد عندي، واللي ما متواجدش عنده اكيد تقدر دير غير البصل بلا البوارو، ولا يعني ماشي مشكل. هذه كتبقى شوربه ديال الخضار، يمكن لكم تضيفوا فيها اي حاجه عندكم، خضره، اللوبيا مقطعه خضراء، او المهم اللي متوفر عندكم وصافي. الجزر حتى هو انا ما استعملتوش، درت القرعه الحمراء يعني كافيه، هي دارت لي اللون وكدير لي واحد الصوص زوين ولذيذ، وشرائح ديال الدجاج يعني غير شويه للتنسيم وصافي. كلكم ديروا القطع ديال اللحم، يعني اللحم الاحمر او السمك، داكشي كيبقى اختياري وعلى حساب المتوفر. دائما البنات كنمشيو على حساب داكشي المتوفر عندنا، لان هاد الشوربه هذه يمكن لاي واحد يديرها. الخضر تبارك الله متواجدين في المغرب وحتى هنا وفي كاع البلدان، وفي شهر رمضان خاصكم تكثروا من استهلاك الخضر والفواكه اكثر من الحوايج الاخرى، من اللحوم او المهم الحوايج اللي راكو عارفين. يعني دابا راه كلشي ولا اطباء، الناس كلشي ولا عارف، كلشي كيشوف، يعني كلنا كنبحثوا تبارك الله، غير تبع الدكتور فايد راه ما شاء الله استفدتوا وتوليوا اطباء طبعا. انا دائما كنضل لكم على الوصفات يعني اللي كتكون كنحس بها راه صحيه، وخصوصا في هذا الشهر الفضيل هذا، يعني دائما كنبغيو نديروا وصفات اللي تكون صحيه وما تخسرش لينا النهار ديالنا. بحال هكا من في الصيام كاين اللي كتاكل شي وصفه ماشي مزيانه، نهار كامل كتضل توجع الكرش ديالها. الاحسن ناكلو بحال هاد الخضر، راهم مزيانين، وندخلهم في بزاف ديال الوصفات، حتى البريوات ديروا فيهم الخضره، يعني ما يمكنش يعني ماشي تكتفي غير باللحوم او الاسماك بوحدها، دخلوا الخضره حتى هي مزيانه، والاسماك طبعا
أسماك في شهر رمضان راه مهمة، وأكيد الكل كيستهلك في شهر رمضان بكثرة الأسماك. وضعت الخضار كما شاهدتوا وجميع التوابل، وغادا نزيد الكرافس قطعته هكا، خليته مرققتوش باش هكا يبقى باين في الشوربة. وإلا بغيتو تضيفوا حتى داك الجدر ديالو، دوك العصير الطوال هادو قطعوهم كل عصي هذاك الجدر هذاك قطعوه حتى هو رقيق وضيفوه. وإن شاء الله غادي نبارطاجي معكم هذه المرة الشوربة ديال الكرافس، جدر الكرافس كتجي زوينة بزاف ولذيذة. إن شاء الله نبارطاجيها معكم في القناة. وغادي نضيف الماء الكافي اللي غادي نطيب ليا فيها الشوربة هذه. المهم البنات هادو راه غير وصفة عادية، المهم بغيت نبارطاجي معكم شنو كنطيب. ما كنطيبش شي حاجه كتيره ولا، لانني ما كاينش بزاف غير حنا، غير انا وزوج ديالي، ما كاينش يعني ما كاينش اللي كياكل لينا. والورقه ديال هذا ورق الغار او ورقه موسى، انا كناخذها هكا طريه كتباع في يعني البنات اللي هنا راه في بلجيكا اكيد راه يكونوا شايفينها في دولايز، كتباع هكا خضره وكتكون فيها النسم احسن من هذيك اللي تتكون كارمه. انا راه الشوربه ديالي يعني قربت توجد، غادي نضيف الكروفات يعني في الاخر. انا كنعرفو بلي ما كياخدش الطياب وما خصوش يطيب بزاف باش ما يقصحش يبقى فيه ديك الطراوه، خاص نديرو حتى للاخير. والشوربه ديالي كتجي غنيه وصحيه اكيد. وصايبت المسمنات اللي غادي نحط لكم وصفه خاصه عليهم، درتهم في الفران جو رائعين البنات غزالين، مذاق ديالهم زوين، وحاجة ديال الفران كتكون اكيد زوينه ولذيذه. والكفته اللي استعملت هنا راه يعني لي بلا غريس، ماشي الكفته ناتور، حتاش يعني باش تبقى لكم مية دما وفي هذاك المذاق ديال ديك الشحمه، ديروا هذيك اللي كيكون فيها لا غريس. وكنطوي المسمنات ديالي كنسرحهم، كندير وحده في وحده وكنستعن بالعمارة اكيد. انا غنحطهم في الفيديو بوحدهم، ندير لهم فيديو خاص باش هكا البنات اللي ما كيبغوش هكا يشوفوا بحال هاد يعني الوصفات الطويله ديال تحضير الاكل او الفطور، او يعني يضغطوا غير على الفيديو اللي محتاجينه ويشوفوه. الشرموله ديالو جات رائعه، وان شاء الله غادي نحطو لكم اليوم مع هاد الفيديو في العشيه ولا غدا ان شاء الله، خصني غير نمونطيه ونحطو لكم في القناه. ومن بعدها مني ساليت لان المسمن هذا ديال الفران ما خداش ليا بزاف، وغير وحده في وحده يعني ماشي بحال ديال المقله كتوجديهم بسرعه وكتدخليهم الفران سهلين. بس باش نحضر واحد شليضه هكا بسيطه، ماشي شليضه يعني شي نهار غنتقاسم معكم شليضه اللي تكون ديال المناسبات، هذه غير شلاضة هكا عائلية وصافي. المهم داكشي اللي كان متوفر عندي في الثلاجة هكا، طلعت خلطت لي فخوي مع كل شيء ولكن البنات ما درتش لا صوص، ما درت حتى شي صوص. واللي كيبغي اكيد راه يمكن ليه يضيف زيت زيتون ومع شوية ديال الملحة وداكشي راكو عارفين. المهم انا اكتفيت بها هكاك بالخضر الطبيعية، غير كنشوف فيها او الفواكه كنشوف فيها هكاك بعيني. الا بغيتو ديروا المايونيز او داكشي اللي كتبغيو. قطعت هاد السويله هادي كما كتشاهدوا، غادي نخوي لها شويه القلب ديالها. فتحتها قدامكم وغادي ندوز دابا باش نقادها ونحيد لها داك الشيء اللي الوسط ديالها. وحيدت خويت واحد الجزء منها باش هكا نعمر به السويله من داخل. كنبين هنا باللي يعني بداكشي اللي متوفر عندكم بسيط، راه الاطباق عندي راه ما كنحطش شي حاجه اللي واو ولا شي حاجه يعني طيبه في الطياب، غير داكشي خفيف. ولكن غير بقى غير على حسب كيفاش انت كتلعبي بالالوان في دوك الطبيصلات وداكشي، راه كتعطي واحد المنظر للعين قبل ما نبداو ناكلو، يعني عينك كتجد بيها بهذيك الالوان.
قطعة الليمون هكا وشوية ديال الفجل والبصل الأخضر والافوكا والقليل من الخيار، يعني واحد نص خيارة هكاك، وصافي هكا بقيت كنقاد في البيصلات. كنوزع شوية ديال الخيار، شوية ديال الفجل، شوية ديال البصلة الخضرية اللي حتى هي مزيانة وصحية. يعني بدون إضافات، يعني داكشي طبيعي. وزينت بشرائح ديال الليمون هكا غير على حساب اللون وصافي، باش يعطيني داك اللون الاطباق، ما يبقاش داك اللون الاخضر بوحدو. يعني حاولت نفتحه باللون، ما بغيتش ندير الجزر اولا الباربا، باش يبقاو الاطباق هكا يبانو نقيين. ان شاء الله باقي المزيد وباقي مازال، ان شاء الله نتقاسم معكم بزاف الحويجات. انا كنبين لكم هادو غير اطباق عاديه بالنسبه ليا انا اللي كنستعمل في المنزل ديالي، يعني باش نشوف انا بعينيا وصافي. وزينتها بواحد القطع ديال الفريز هكا في جناب ولي ميغتي، هادو حتى هما كيعطيو داك اللون الاسود، كيعطي واحد اللون في الطبق كما كتشاهدوا. المهم يمكن لكم تكتفيوا بالالوان اللي، وماشي بالضروره البنات ديروا هذا الشيء كاع اللي درت انا، يعني غير الخس. وتبارك الله راه يعني الليمون راه موجود، قطعوا شويه ديال الليمون، شويه ديال الخس، شويه ديال التفاح يعني داك الخضر من الاحسن، وهكا تزينوا الاطباق ديالكم. ماشي بالضروره الفخاز وهاد لي ميغتي والافوكا، يعني يمكن لكم ما تستعملوهمش، داكشي المتوفر عندكم، وتخلقوا السعاده من والو، وديروا اطباق اللي تكون زوينه. والمسمن ديالي راه ما نقولش لكم كيفاش جا البنات، خرجته من الفران مقرمش ورائع في المذاق ديالو، يعني كيجي طبقات. ان شاء الله غدا كما قلت لكم غدا نبارطاجي معكم في القناه. وما تنسونيش البنات من الدعم ديالكم واللايكات ديالكم، اكيد الى عجبتكم القناه ما غاداش نقول لكم، يعني داكشي كيبقى فضل منكم، اكيد كيفرحني طبعا. انا الفطور ديالي هاد الخبيزات اللي وجدتهم حتى هما في نفس النهار وما بارطاجيتهمش معاكم، يعني لاني فايته دايره معاكم في واحد الفيديو، نورمالمون كان عليا نحطهم لان نحسب الروتين ديال داك النهار اللي جاو طريين. ودائما انا كنديرهم هكا في رمضان، يعني كيقولوا لهم خبز المقله. وهذه الشلاضه ديالي اللي متنوعه بالفواكه، وطيبت هنا شويه ديال الكروفات و هاد شوربه. المهم داكشي اللي حاولت نزين اطباق وصافي. والعصير ديال التفاح والحامض، وضفت عليهم الخيار اللي كيجي روعه البنات، يعني الخيار والحامض والتفاح الاخضر هو هذاك العصير ديالو كيجي زوين. وهذه الشوربه ديالي، وطبعا درت اتاي وداكشي اللي كيبقى. والتحليه البنات نسيت ما حطيتهاش، بقات في الثلاجه ما رديتش البال، وجدتها ولكن ما حطيتهاش مع الفطور. ان شاء الله مره اخرى، هاد الايام اللي وليت كنسى بزاف. وكنتمنى ان هاد الاطباق يعجبوكم، وان شاء الله ويلقاو استحسان من عندكم. وما تنسوش ليا البنات لي لايك وبارطاج مع الاصدقاء والاحباب ديالكم، وان شاء الله مازال نتقاسم معكم وصفات اخرى في فيديوهات اخرى. ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر، ما نطولش عليكم، والسلام عليكم.